في معتمدية جرجيس هذه صور أكبر طرقات المدينة المؤدية إلى جزيرة جربة، والتي تعتبر الشريان الرئيسي للنشاط الاقتصادي والتنموي بالمنطقة. أصبح حالها على هذه الحال بعد أن أرادت الجهات المعنية التدخل لإصلاحه، لكن إشكالات حصلت فأصبح التدخل للإصلاح نقمة على مستعملي هذه الطريقة. جابوا مقاول فهمتني ولا باش يركلوا الكياس، ملي ضرب المشية الأولى فهمتني ولا قص. احنا كمواطنين وكأصحاب مدارس السياقة وكناس نشتغلوا في الكياس كل يوم، موجودين في الكياس كل يوم، الوضعية هذه ما تساعدناش. الوضعية هذه باش ضغطنا برشا، والبياس دي شونج يعني ولينا نبدلوا فيهم بصفة كبيرة. احنا نتفاهموا البلدية ونتفاهموا التجهيز ونتفاهموا الولاية، لكن عليهم انهم يسرعوا ويعملوا خطوة أخرى إيجابية على الأقل، معناها اللي تصلح المسألة الطريق هذا. تعذبنا برشا سيرتو عن الغبرة، صدقني اش باش نحكي لك، لا تنجم تحل الباب، وإذا خليت الباب محلول مشكلة. بلدية جرجيس تؤكد من جهتها هذا الإشكال وما خلفه من تداعيات سلبية على الطرقات في المدينة. احنا باتصال يكاد يكون شبه يومي وبعد يومي مع الإدارة الجهوية ومع الوزارة، الوعود الأخيرة مدة يومين أن عن قريب باش تنطلق عملية خدمة لوروبي. الآن من بنزرة البنقردان ما ثماش كاميون يحمل لوروبي باش ينجم. احنا مستعدين أبناء جرجيس أنهم يلمدوا باش يصلحوا الكاس هذاك اللي ولا معناها عار الجرجيس نتيجة معناها أن السيارات كلها تمست والغبرة اللي موجودة فيه. في معتمدية جرجيس وبقية معتمديات ولاية مدنينا جهود بذلت في السنوات الأخيرة يقر بها المواطنون أنفسهم، لكن إشكالات عديدة ما زالت تعاني منها الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف المعتمديات، ما خلف الكثير من المخاطر على مستعملي هذه الطرقات وخلف الكثير من الحوادث والخسائر المادية والبشرية.